السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدجي ده مساعد ذكي بيساعدك في الاجتماعات، ان هو يسجل لك الاجتماعات ويحولها لنص مكتوب ويعمل لك تلخيص ويشارك الافكار الرئيسية، يعني يقول لك ايه اهم الافكار اللي اتقالت. طيب هو انتجريشن مع ايه؟ انتجريشن مع مايكروسوفت تيم ومع زوم ومع جوجل ميت، وبيقدر برضو يتبادل البيانات مع مثلا الكاليندر، يقدر ياخد منها مثلا معلومه ان في اجتماع دلوقتي فيبدا يدخل معاك الاجتماع، مع نوشن مع تريلو، كل البرامج دي هو بيتعاون معاها بحيث يبقى على درايه ويعمل لك تلخيص للاجتماعات بتاعتك. بدل ما انت عمال تكتب النوتس هو بيحول الصوت لتكست، وبعد كده بياخد لك اهم النقاط الرئيسيه ويديك ملخص للاجتماع. فبعد ما يخلص الاجتماع تعمله تعمل ايميل في كل المعلومات ديت وتشاركها مع الاخرين. فاول ما بتدخل بيقول لك اعمل كونكت مع كالندر معينه بحيث ان هو يبقى جاهز معاك في اي اجتماع، تحضر نفسك قبل الاجتماع. فممكن تختار مثلا جوجل كالندر او اوتلوك كالندر، وفي ادوات اخرى برضو ممكن ترفع له تسجيل اللي هو يبدا يتعامل معاه لو الاجتماع خلص، او ممكن تشوف سامبل ميتنج، او في كذا اوبشن تاني. انا خلصت الخمس ساعات بتوعي فعلا، وعلى 2/6 يعني بعد شهر هيبدا ينزل لي 5 ساعات تانيين وهكذا. دي اللي هي النسخه الفري، انما في طبعا نسخه برو ب $19 للشخص في الشهر.